أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الجواب على الشبهة القائلة أن من ترك الصلاة يكفر؟ فلماذا لا تأمرونه بالنطق بالشهادتين وتجددون عقد نكاحه ما دام أنه قد كفر؟ هذا إجراءات عند القاضي، هذه إجراءات. نحن نذكر الحكم العام والحكم الشرعي العام العام، ما نقصد واحد معين. أما المعين فهذا لابد من الإتيان به عند القاضي، وإذا لم يتوب إلى الله فالقاضي يتخذ معه هذه الإجراءات. ففي فرق بين المعين وبين الحكم العام. نعم. فترك الصلاة، ترك الصلاة تكاسلا والاستمرار على ذلك هذا كفر، لكن كون واحد يترك الصلاة هذا لابد أنه يحضر عند القاضي لأجل تطبيق الحكم الشرعي عليه. ومن الذي يحكم إلا القاضي؟ ومن الذي ينفذ إلا السلطان بأمر القاضي؟ نعم. فالإجراءات لها مرجع، أما الحكم الشرعي العام فهذا مرجعه العلماء، هم اللي يبينون هذا للناس. نعم.